جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل فضيلتكم شيخ صالح عن مبطلات الوضوء، وهل الدخول إلى الحمام إذا كان الإنسان على وضوء ينتقض وضوءه، وكذلك النظر إلى المرآة؟ جزاكم الله خيرا. مبطلات الوضوء الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، ومس المرأة بشهوة، والنوم، النوم الذي يكون من المتكي أو المضطجع، النوم المستغرق الذي يزول معه عقل الإنسان، هذا ينقض الوضوء. هذه بعض نواقض الوضوء أو أهم نواقض الوضوء. ودخول في الحمام لا ينقض الوضوء، إنما ينقض الوضوء خروج الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو غيرهما. نعم. جزاكم الله خيرا. النظر إلى المرآة أو إلى المرأة؟ النظر إلى المرآة لا ينقض الوضوء فلا حرج فيه، وكذلك النظر إلى المرأة لا ينقض الوضوء، وإنما هو إذا كانت المرأة لا تحل له، النظر إليها محرم. إذا نظر إليها فإن وقصد النظر إليها بشهوة فإن النظر محرم، وهو سهم مسموم من سهام إبليس. قد قال الله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. نعم.